كمال بن إبراهيم يمثل رمزة في أولمبيك الكافة، الوحيد من جيل الأرجنتين من الأولمبيك اللي انتمى للمنتخب من 77 إلى 79، ساهم في طلوع فريقه الوطني 3 مرات. اللي يقول أولمبيك الكاف يقول إبراهيم الشاف. كمال إبراهيم غني عن كل شيء، لأنه نادرا جدا مش تلقى بلعب في قيمة تاع كمال إبراهيم. معناها اللاعب متكامل، يلعب معناها باليمين باليسار، بيضرب بالكذا بالراس، حبه كبير للجمعية، تكنيك ياسر، عنده ماتيرتي تكنيك برشا معناها في مخه. كان ولا يزال من أحسن ما أنجب فريقنا بالكيف وما أنجب كرة قدم تونسية. لعب قلب هجوم، لعب في وسط الميدان، لعب في الدفاع، برسك المراكز اللي الموجودة في الميدان كل لعب فيهم كمال بن إبراهيم. كمال بن إبراهيم شكون ما يعرفش اسم الكيف كان مربوط ديما بكمال، باسم كمال بن إبراهيم. بن إبراهيم بريمو ساعة عشيري وعشير عمري ونسيبي ومام طن ماخذين اخوات انا وياه. غني على تعريف الشيف، شيف ملاعبي كبير، خلق في الكيف، لا خلق لا بعد ولا قبله، معلم. كمال بن إبراهيم إذا كان باش نحكوا على كمال بن إبراهيم بطبيعة الحال مانيش أنا باش نعرف بيه، خاطر هو بطبيعته ملاعبي عنده تاريخ وعنده اسمه وملاعبي كبير برشا، وجا في وقت جيل باهي وجيلنا الكوارجية الكبار تاع الأولمبيك، العصر الذهبي تاع أولمبيك كيف. مسيرته كانت صعيبة برشا والنجاح هذاك ما جاش بالساهل حتى، تعرف يعني أكيد باش يكون على حسابنا احنا وعلى حساب قرايتنا والكل، والوالدة ما كانتش مقصرة، فهمتني، وهما هو أصلا يعني شيف، الناس الكل تعرفوا بالشيف، الشيف الروح نتاعو أولمبيك الكيف. استوى كي كبرنا فهمناه هيك الإحساس هذاك، وديجا غرس فينا يعني ثقافة الرياضة، ديجا أنا مندوبة رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، عندي أختي كيف كيف يعني في الانستيتيو دو سبور، أختي الأخرى كيف كيف يعني الدكتورة في الاختصاص نتاعها بسيكولوجي، أختي صغيرة يعني، والحمد لله عائلة رياضية وخلق فينا كالروح الطيبة والأخلاق العالية، وكي تمشي لأي بلاصة دوب ما يعني تقول كمال بن إبراهيم قولك هامجو أولمبيك الكيف. عمالة تعرفها الأغنية؟ هامجو أولمبيك الكيف، أحفر مخربش بلاك حل بن إبراهيم الشيف، خاطر هو ديما يلعب كان على المريول، ومهما جيتوا العروض يعني قبل، فهمتني. تسمعها مريول وقت تمشي مع باباك للتيران؟ أيوة، ديجا خلطنا عليه با يعني وصل يعني يلعب وعمره 36 سنة، يعني مسيرة تبارك الله، يعني لعب 20 سنة وسير وقتها 8 سنين، ويعني خلطنا عليه، يهزنا الاستاد ميم، حتى يهزنا باخفا كي تبدا عنا فاكونس ونبدو ما نقراوش كل، يهزنا معاه في لي ديبلاسمون نتاعو وتابعناه، والحمد لله يا ربي يعني عرضه طيب، صحابه الكل يحبوه، ما خممش في الماديات جملة، يخمم كان في بلاده.